وكعادته سجل المعهد العالي للصحافة والاتصال اسمه بقوة في رواق ملتقى الطالب بالدار البيضاء، حيث تم التعريف بخدمات المعهد والتكوين الذي يقدمه في مجالات الصحافة والسمع البصري والاتصال، إذ يتلقى الطالب تكوينا في أعلى مستوى يمتد على مدى 3 سنوات، على اعتبار أن المعهد العالي للصحافة والاتصال يساهم منذ تأسيسه سنة 2001 في إغناء الساحة الإعلامية بالمغرب بطلاب من الإعلامي في شتى الميادين. وعرف رواق المعهد العالي للصحافة والاتصال بمعرض الطالب حضور نخبة من الإعلاميين والفنانين على غرار الإعلامي الرياضي مصطفى طلال والإعلامي حسن الحريري. المعهد العالي للصحافة والاتصال اللي متواجد حتى هو في هذا الفضاء هذا وفي هذا المعرض هذا، كيعرض المنتوج ديالو، كيعرض يعني البرنامج ديالو للطلبة والطالبات من أجل التحاق إن شاء الله في السنة المقبلة برحاب المعهد من أجل تكوين احترافي في مجال الصحافة. وكنعرفوا أن الصحافة مهن تلفزيون وكذلك مهن الصحافة، وكنعرفوا أن المعهد منذ تأسيس دياله سنة 2000 خرج العديد من الطاقات، العديد من المواهب، العديد من الصحفيين والصحفيات وكذلك المخرجين والمخرجات والكاميرامان ليزانجينيور دو سون إلى غير ذلك في مهن التلفزيون كاملة وفي مهن الصحافة، وللآن هما يعني في لو مارشي في مختلف الأجهزة الإعلامية كي يعطيوا الدليل على أن التكوين هو تكوين احترافي وتكوين يمر عبر قنوات يعني احترافية وتحت إشراف أساتذة متخصصين وأساتذة ودكاترة أكفاء. والباب ديال المعهد مفتوح. تواجد في جناح المعهد العالي للصحافة والاتصال رحال مسكيني، وكأننا في استوديو قائم ذاته جناح بمواصفات ذكية وعلمية ومؤسساتية، تلقى فيه مجموعة من الناس اللي باغين يشتغلوا في مجال التحصيل العلمي. فتأسس هذا المعهد بمواصفات جيدة احترافية في مجال التكوين، تضم أيضا مجموعة من الأساتذة اللي راكموا من تجربة أكثر من 10 سنوات. أيضا هذا المعهد تذكرني بالأستاذ ديالي في المعهد العالي للصحافة بالرباط، وهو المؤسس ديال المعهد العالي للصحافة رحال مسكيني، خلى المشعل الابن ديالو أحمد طلال اللي الحمد لله غادي وفق التصور اللي أعطاه واللي رسموا ليه المرحوم أحمد طلال. أكيد بأن المعهد العالي للصحافة والاتصال رحال مسكيني يعطي واحد دينامية، واحد البودرة لمجموعة من الطلبة اللي يدخلوا في مجال الصحافة بأجل تجلياتها. كذلك حضور الفنان بروفيت زعيم والفنانة كزين عويطة، بالإضافة إلى طلبة المعهد الذين قاموا بمجهودات كبيرة لعرض التكوين الاحترافي الذي يقدمه المعهد، مما لاقى تفاعل كبير من طرف الزوار. يعني كاين جميع الظروف باش يمكن انسان يجي يشوف هذا وهنايا هذا جسر، سي تان بون جسر ديال الانسان ديال الطالب اللي هو كيشوف المستقبل ديالو ولا باسيون ديالو. اكيد 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 كاينين طلبه اللي كيشوفونا هذا العام ان شاء الله نتمنوا ياخذوا الباك ديالهم، ومن بعد الباك يكون يجيو يشوفوا يجيو تسجلوا بالمعهد العالي للصحافه والاتصال، هذا المعهد اللي عنده شهره وواصل 22 سنة بالنسبة للتكوين. وما نقول لكمش الأمثلة كثيرة ديال الطلبة اللي دازوا من هذا المعهد لطومبل ديال التكوين، والحمد لله خدامين حاليا في جميع المنابر، إما الراديو إما التلفزة إما الصحافة المكتوبة إما صحافة الموبايل، حتى كذلك لقوا طلبة دازوا من المعهد العالي للصحافة والاتصال حاليا في الدول العربية، في بالنسبة للفرنكوفون الإخوان ديال الأفريق كذلك. إذا مرحبا بهم، هذا كما قلت لك جسر وهذا نقطة يعني ياخذوا معلومات، مرحبا بهم. وسيستمر ملتقى الطالب وتواجد رواق المعهد العالي للصحافة والاتصال به إلى غاية السبت 29 أبريل الجاري. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.